وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلالها المشاهير بيعملوا إيه على السوشيال ميديا، اللي الفترة اللي فاتت كانت ترند السوشيال ميديا بسبب إطلالتها في أسبوع الموضة في باريس، واللي قالوا عنها إطلالة شبابية وكمان جريئة. دايماً الجمهور بيتفاعل معاها بشكل كبير، وعشان كده لقينا إن اللي بيتابعوها على الإنستجرام 9,700,000 وعاملة فولو ل 557 أكاونت. غادة عبد الرازق نشر لحد دلوقتي تقريبا 327 صورة وفيديو. معظم البوستس على أكاونت الإنستغرام كواليس وتحضيرات لمسلسلاتها، ونشرت لحد دلوقتي أكتر من 50 صورة ليها. غادة عبد الرازق دايما متميزة في إطلالاتها، نشرت تقريبا أكتر من 100 صورة ليها بفساتين مختلفة وترندي جدا. غادة عبد الرازق عاشقة للسفر، وكمان بتحب تشارك جمهورها تفاصيل رحلتها. واللي لفت نظرنا في أكاونت غادة عبد الرازق إنها بتعمل فوتو سيشنز كتيرة جدا، ونشرت أكتر من 200 صورة جوه فوتو سيشنز، وطبعا كل سيشن بتكون مميزة ومختلفة عن اللي قبلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.